تعلم البحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية في الجامعة الإسلامية، لذلك تولي الجامعة الإسلامية أهمية كبيرة في البحث العلمي إلى جانب التعليم وخدمة المجتمع. من هنا جاءت فكرة إنشاء المؤتمر، وهو بعنوان المؤتمر العلمي الفلسطيني لطلبة الدراسات العليا. يهدف هذا المؤتمر إلى نشر ثقافة البحث العلمي، تشجيع الطلبة على البحث الجماعي، وعمل شراكات مع جامعات أخرى وطلب الدراسات عليا أخرى. هكذا مؤتمر حقيقة يدل على أننا نركز على البحث العلمي ونعطي قيمة وأهمية للدراسات العليا، وخاصة الماجستير وإن شاء الله دكتوراه في المستقبل. طبعا عندما نقيم هذه الدراسات سوف يهتم المشرفون في المستقبل على أن يركزوا على جودة المواد، جودة العناوين، وجودة الطريقة التي يقومون بها بالبحث العلمي. الإسلامية بافتتاح هذا المؤتمر الخاص بطلبة الدراسات العليا. اليوم كرئاسة جامعة فلسطين أتينا للمشاركة، ولكن أيضا طلبتنا طلبة الدراسات العليا لديهم مشاركات في هذا المؤتمر. ونقول هذا المؤتمر أهمية تأتي لأنه خاص بطلبة الدراسات العليا لتشجيعهم على البحث، لأنه أي جامعة أو أي علم لابد أن يقوم على كيف يتعلم طالب الدراسات العليا منهجية البحث العلمي، منهجية التفكير.